السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب السنة 10 عام مكملين مع بعض مراجعة الهيكل، سؤال 6 و7 نفس الحاجتين، نفس السؤالين يعني. Identify the direction of the electric field، حدد اتجاه المجال الكهربي. As the direction of the force on a positive tested charge، لو عندك tested charge ومشيت في هذا الاتجاه يبقى الالكتريك فيلد في هذا الاتجاه. لو عندك tested charge ومشيت في هذا الاتجاه يبقى الالكتريك فيلد في نفس اتجاه الفورس الافكت على الالكتريك على البوزيتيف تشارج. سؤال 50، How is the direction of an electric field defined؟ ازاي تحدد اتجاه المجال الكهربي؟ قلنا باستخدام شحنة اختبار موجبة، باستخدام شحنة اختبار موجبة. القوة اللي بتأثر على شحنة الاختبار هو ده اتجاه المجال الكهربي. يبقى the direction of an electric field is the direction of the force on a positive charge placed in the field. يبقى حط شحنة اختبار موجب وشوفها رايحة فين، ده اتجاه المجال الكهربي. This would be away from a positive object and toward the negative object. سؤال 52، How is the strength of an electric field indicate with electric field line؟ ازاي تعرف شدة المجال؟ يا ترى مجال كبير ولا مجال صغير؟ قيمته كبيرة ولا قيمته صغيرة؟ ده من خلال المسافات بين الخطوط، كلما تقاربت الخطوط كلما زادت قوة المجال. The closer together the electric field line are the stronger the electric field. يعني أنا لو رسمت لك شحنة موجب أكيد عارف إن المجال بيطلع من الشحنة الموجب في جميع الاتجاهات بهذا الشكل. لو خدنا في هذا المجال نقطتين، نقطة 1 ونقطة 2، هنلاقي إن الإلكتريك فيلد عند 1 أكبر من الإلكتريك فيلد عند 2 عشان أقرب للشحنة. في حاجة كمان، المسافة هذه أقل من المسافة دي. كل ما المسافة بين الخطوط تقل كل ما شدة المجال تزيد. سؤال 54، إن فيجر في هذا الشكل، دي شحنة موجب يعني الإلكتريك فيلد بيخرج من الشحنة الموجب بيروح فين؟ بيروح لشحنة سالب. هي فين؟ ما تشغلش بالك، الشحنة السالب موجودة في حتت معينة. يبقى where do the electric field line that leave the positive charge end؟ يا ترى نهاية الخطوط دي فين؟ نهايتها عند شحنة سالبة. فين الشحنة السالب؟ بعيد. بعيد يعني ايه بعيد؟ بعيد يعني في أي مكان خارج الرسمة اللي موجودة قدامك. سؤال 62 بيقول لي carefully sketch each of the following، ارسم اللي هتشوفه ده. The electric field produced by 1 microcoulomb charge، ارسم المجال الناتج عن شحنة قيمتها 1. ارسم ادي شحنة المجال بيخرج منها، لو طلعت 4 خطوط كده 100 100. طب هو لازم يكون 4؟ لا، عايز ترسم 8 ارسم 6 زي ما تحب براحتك. عايز كمان the electric field resulting from 2 microcoulomb، طالما دي عملت 4 خطوط التو بقت الدبل، يبقى دبل الاربعة كام؟ 8. يبقى بعد ما رسمت الاول 4 دي كأنها 1 microcoulomb، كأن التشارج بتساوي 1 microcoulomb، يبقى الاتنين مايكرو 8، يبقى تزود ادي كده 2 وادي 2 تاني 4، يبقى دي 2 microcoulomb. كل ما يتضاعف عدد الخطوط كل ما تزداد مقدار هذه الشحنة. المفهوم رقم 8، calculate the electric field strength at a point close to a single point charge. قيمة المجال الكهربي E بتساوي K، ده ثابت مضروبة في Q على المسافة تربيع، KQ على R تربيع. What is the magnitude of electric field؟ magnitude يعني مقدار المجال الكهربي. At a point 0.3 meter، يبقى ده distance to the right of a small sphere with a charge negative 4. يبقى أنت عندك شحنة هنا سالب 4 مايكرو كولوم أو سالب 4 في 10 أس سالب 6. عايزين الإلكتريك فيلد على مسافة، هنا الإلكتريك فيلد بيساوي كام؟ على مسافة قد إيه؟ 0.3 متر. تعويض مباشر في القانون، E بتساوي K اللي هي 9 في 10 أس 9
والشحنة مش هنكتب سالب 4، هنكتب 4 بس، ف10 أس سالب 6 عشان إحنا عايزين قيمة المجال على 0.3 تربيع. اعمل بالآلة الحاسبة، يبقى شرطة كسر 9 في 10 أس 9 في 4 في 10 أس سالب 6 على 0.3 تربيع. دوس سي إن جي 400 في 10 أس 3، 400 ضرب 10 أس 3 نيوتن على كولوم، أو 4 في 10 أس 5 نيوتن على كولوم. سؤال رقم 8، What is the magnitude of electric field؟ برضو عايزين الالكتريك فيلد بيساوي كام؟ at a point 1.2 meter، يبقى دي الديستنس from this charge، نفس القانون E بتساوي K اللي هي 9 في 10 أس 9. الشحنة اللي هي Q 4.2 في 10 أس سالب 6، المسافة تربيع 1.2 تربيع. الآلة الحاسبة اللذيذة، يبقى 9 في 10 أس 9، 4.2 في 10 أس سالب 6 على 1.2 تربيع، يطلع دوس اي ان جي 26 وربع ضرب 10 أس 3 نيوتن على كولوم، أو حرك العلامة دي مرة تبقى 2.6 ضرب 10 أس 4 نيوتن على كولوم. السؤال اللي بعديه رقم 10، بيقول لك what is the electric field؟ برضو عايز الالكتريك فيلد، هو بيدربك يعني عشان خاطر تعرف سؤال من دول هيجي لك. E بتساوي علامة استفهام at a position، position يعني R، of the point charge يعني Q، نفس الكلام E بتساوي K 9 ضرب 10 أس 9، Q 7.2 ضرب 10 أس سالب 6 على المسافة تربيع 1.6 تربيع. 9 ضرب 10 أس 9، 7.2 في 10 أس سالب 6، 1.6 تربيع، يطلع هذا الرقم دوس اي ان جي 25.3 في 10 أس 3 أو 2.5 في 10 أس 4 نيوتن على كولوم. وقلت لك ازاي تعمل الآلة الحاسبة بالترميز العلمي، ارجع للفيديوهات اللي فاتت. سؤال رقم 11، the electric field that 0.25 meter تبلغ شدة المجال على مسافة، مسافة يعني R، from a small sphere is، عن جسم كروي صغير هذا الرقم، هذا الرقم اللي هو المجال، عرفت منين؟ عشان نيوتن على كولوم. toward the sphere، نحو الجسم الكروي. what is the net charge؟ عايزين الـ charge بتساوي ايه؟ طبعا عارفين ان الـ E بتساوي K Q على R تربيع. هعمل ضرب تقاطعي، يعني E ضرب R تربيع هتساوي E ضرب Q هتساوي K ضرب Q. نقسم الطرفين على K، لما نقسم على K يعني الـ K دي اتشالت وأصبحت الـ Q في طرف لوحدها، هتساوي E في R تربيع على K. خلاص الـ charge Q E بتساوي كام؟ 450، R 0.25 تربيع، قسمة المسافة قصدي K اللي هو ثابت الجذب، قسمة ثابت كولوم اللي هو 9 في 10 أس 9 بالآلة الحاسبة بتاعتك، 450 ضرب 0.25 تربيع على 9 في 10 أس 9، دو سي ان جي 3.1 في 10 أس سالب 9. السؤال الذي يليه قانون كاتبينه لك، how far يعني عايزين المسافة، كم المسافة from a point charge، charge اللي هي كيو من الشحنة، must you place a test charge in order to measure، ومدينا قيمة مجال كهربي اسمه E. قانون E بتساوي K Q على R تربيع، احنا عايزين مين؟ how far يعني عايزين R، عايزين R دي في طرف لوحدها، هتطلع مكان الـ E والـ E تنزل مكانها، يبقى الـ R تربيع بتساوي KQ على E، جذر التربيع للطرفين، جذر التربيع للطرفين، يبقى الـ R هتساوي جذر KQ على E، يبقى المسافة هتساوي جذر K اللي هي 9 ضرب 10 أس 9، كيوب 2.4 في 10 أس سالب 6 على قيمة المجال 360،
هتساوي جذر التربيع شرط الكسر 9 ضرب 10 أس 9، 2.4 × 10 أس سالب 6 على 360 يطلع 7.75 متر. السؤال الذي يليه بيقول لك What is the magnitude of the electric field؟ ما مقدار الالكتريك فيلد exerted on a test charge shown in the figure؟ خلي بالك مدينا 6 متر، دي اللي هي المسافة، الشحنة مدينا بالسالب وانا بعوض بالموجب، عايزين مقدار المجال في هذه النقطة، يبقى الـ E بتساوي KQ على R تربيع، K اللي هي 9 ضرب 10 أس 9، Q مش عوض بسالب، عوض بـ3 في 10 أس سالب 6 على المسافة دي تربيع، يبقى قيمة المجال بتساوي 9 × 10 أس 9، 3 × 10 أس سالب 6، 6 تربيع يطلع 750 نيوتن على كولوم. سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم، وإلى حلقة قادمة في مراجعة هيكل الفيزياء لصف 12 عام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.